الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قادر غل المحجلين المامين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه حبيبي رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناة اعرف دينك، بحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل يوم لا ظل إلا ظله. تخيل تزوج أكثر من 25 سنة، متجوز 25 سنة، وفي الآخر اكتشف إنها مش مراته. يا شيخنا اللي أنت بتقوله ده، طب هو في أولاد؟ في أولاد. طب مش مراته إزاي؟ ما أنا هقول لك، بس بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حوالي 4 شهور كنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاني أحد الإخوة فبيقول لي أنا محتاج إن أنا أسألك في سؤال. قلت له اتفضل. قال لي أنا موجود هنا في عمرة في السعودية. قلت له خير؟ قال لي وانا واقع في مشكله. قلت له ايه هي؟ انا طلقت مراتي اكتر من مره. قلت له طلقت مراتك اكتر من مره؟ قال لي اه. قلت له وبعدين؟ قال لي انا عايز اعرف كده حرمت عليا ولا لا. قلت له طب طلقتها كم مره بالظبط؟ قال لي اول مره قبل ما ايه، قبل ما نتجوز. قلت له نعم، اول مره بعد ايه، قبل ما ايه؟ فضحكت طبعا. فقال لي لا يعني بعد ما كتبنا. قلت له انت طالق؟ قلت له بعدين؟ قال لي بعد 10 شهور او سنه تقريبا اتجوزنا. قلت له اتجوزت يعني ايه يعني؟ قال لي دخلت بيها يعني. قلت له جميل. وبعد كده؟ قال لي بعد كده حوالي طلقتها 3 مرات. قلت له ده في دين الاسلام احنا عندنا 3 بس، كده 4. هي مراتك معاك؟ فقال لي اه معاك. قلت له طب هاتهم. فقعدت معاهم هما الاثنين، فبدات تحكي وتقول انه فعلا طلقني قبل، بعد ما كتب الكتاب قال لي انت طالق. وبعد ما كتب الكتاب وقال لي انت طالق دخلنا بعد حوالي سنه. بعد كده طلقني 3 مرات. قلت لها 3 مرات ازاي يعني؟ طلاق صريح؟ قالت لي اه. قال لي انت طالق. وحوالي 4 مرات طلاق معلق. ازاي يعني؟ كان بيقول لك ايه؟ لو رحت لاختي، لو رحت لاختك تبقي طالق، لو رحت لامك تبقي طالق. قلت لها كنت بتعملي ايه؟ قالت لي مفيش، ما كنتش بسمع كلام. قلت لها ما شاء الله. وكنت بتروحي؟ قالت لي اه كنت بروح. قلت له انت كان نيتك ايه؟ التهديد ولا الطلاق بالفعل؟ قال لي كانت نيه الطلاق. السؤال لكل المشاهدين دلوقتي، لكل مشاهدي قناة اعرف دينك، الراجل ده دلوقتي طلق زوجته كم مرة؟ وهل هي حرمت عليه ولا لا؟ سؤال مهم لكل المشاهدين، هقولها تاني. الراجل ده طلق زوجته بعد ما كتب عليها، وبعد سنة دخل بيها، وطلقها 3 مرات تاني على مدار 25 سنة اللي هم فيها، طبعا في اولاد، و4 مرات طلاق معلق. قال لها لو عملت كذا تبقي طالق، وكان نيته الطلاق مش التهديد. يعني كده عندنا طلاق صريح 4 مرات، وطلاق معلق 4 مرات. السؤال لكل المشاهدين، هو طلق مراته كده طلاق يعني كم كده كم مرة؟ تحبوا نجاوب ولا نسيب الإجابة ليكوا كلكم انتوا اللي تجاوبوا عليها في الحلقة الجاية، او من خلال تعليقاتكم على الكومنتات ونسمعها منكم، وبالتالي نقدر يبقى في اكبر مشاركه عشان كلنا نتعلم وكلنا نستفيد. ايه رايكم؟ خلاص انا رايي ان احنا نستنى كلنا الاجابات في التعليقات ونستفيد كلنا ونفيد بعض. اتفقنا؟ اتفقنا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركه الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناه اعرف دينك.